بسم الله. دلوقتي هنشوف اوامر التعديل في برنامج فورمة 360. دلوقتي انا لو دوست مرة واحدة هيبدأ يحدد لي جنب من الجوانب، لو دوست مرتين هيحدد لي الشكل كله. في اي وقت سواء مرة او مرتين ادوس رايت كليك هطلع لي القائمة ديت، هقول له مثلا انا عايز امر مثلا موف، تمام، مالتي موف، هبدأ انقل الشكل ده من هنا مثلا لهنا، تمام. طيب ممكن نروح ده رايت كليك واقول له انا عايز كوبي، كده انا خدت نسخه. ادوس في اي حته تانية بعد كده اقول له انا عايز بيست، يبقى انا كده عملت كوبي بيست. وممكن وانا بنقل، تمام، في اي وقت ادوس كنترول هيعمل لي نسخه تانية من الشكل اللي انا عايزه. طيب ادوس رايت كليك واقول له انا عايز كريت جروب، فانا هعمل جروب للشكل دوت، تمام. ممكن اروح دايس واقول له انا عايز انجروب، ممكن اقول له ميرور وابدا احدد هيبقى ميرور منين، تمام. ممكن اقول له انا عايز اعمل مثلا روتيت، تمام، هبدا احدد اني الناحيه اللي انا عايز اعملها روتيت، هل مثلا من الناحيه دي ولا من الناحيه دي. طيب مثلا حددت الجزء اللي فوق، تمام، بيقول لي عايز فين، هختار بقى من الاسهم دي وابدا انقل زي ما انا عايز اعمل روتيت، تمام. فهي الأوامر سهلة لو انت اشتغلت على برنامج السكتش اب او الاوتوكاد او اي برنامج، هتلاقي فيه كثير من الأوامر دي موجودة. فتقدر تقول مثلا انا عايز اري، لما هتلاقي نفس الفكرة السكيل مثلا، هتلاقي النظام الاسهم ديت هتبدأ تتكبر وتصغر من خلاله، تمام. هقول له مثلا انا عايز اري، فبيقول انت عايز كم واحد، عدد النسخ كم نسخة، عايز شكل لينير ولا ريديال، فاقول له ماشي بالشكل دوت اهمت، سواء افقي او رأسي زي ما انت عايز. فممكن بعد ما تعمل الشكل بتاعك تبدأ تكرره، مثلا هنعمل مدينة كاملة مباني متشابهة، اختارهم واعمل له اري.